السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 25/2/2022 25 فبراير ختام الجولة 20 من الدوري القطري. اليوم الشمال فاز على الأهلي 3-0، أحرز هدف الشمال محمد سيد في الدقيقة 10 وعلوان في الدقيقة 48 وواعد أو في الدقيقة 84. متابعين الكرام، السد تعادل أمام الدحيل 1-1، أحرز هدف السد أكرم عفيف في الدقيقة 59، هدف الدحيل عن طريق إدميلسون جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 36. السلية تعادل أمام قطر 1-1، أحرز هدف السلية إدريس فتوحي في الدقيقة 21 وهدف قطر في الدقيقة 88 عن طريق خافي مارتينيز من ضربة جزاء. متابعينا الكرام، الجولة بدأت أمس الخميس 24/2/2022، أم سلال خسر من الوكرة 0-4، العربي تعادل أمام الخور 1-1، والغرافة فاز على الريان 3-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 20. متابعينا الكرام، متصدر الدوري القطري حاليا في المركز الأول السد ب 53 نقطة، الدحيل المركز الثاني ب 43 نقطة. عندنا كده خلاص يا جماعة، رسميا السد هو بطل الدوري، بطل الدوري القطري لهذا الموسم 2021/2022، لأن الدحيل فاضل له مباراتين، اللي هو مباراتين وتنتهي خلاص تنتهي بطولة الدوري. اما السد فاضل له 3 مباريات والفرق اساسا بينهم 10 نقاط، والدحيل المباراتين دول لو فازهم هيبقى 49 نقطه، في حين ان السد حتى من غير ما يلعب 3 مباريات او يخسرهم حتى هيبقى 53 نقطه، هو كده كده متصدر الدوري. الف مبروك لجماهير نادي السد، هارد لك لجماهير كل الانديه القطريه. الدحيل المركز الثاني 43 نقطه، الوكر المركز الثالث ب 37 نقطه، الغرف المركز الرابع ب 30 نقطه، العربي المركز الخامس ب 30 نقطه، أم صلال المركز السادس ب 25 نقطة، قطر المركز السابع ب 23 نقطة، الأهلي المركز الثامن 23 نقطة، الشمال المركز التاسع ب 19 نقطة، الريان المركز العاشر ب 18 نقطة، الخور المركز ال 11 ب 13 نقطة، والسلية المركز ال 12 الأخير ب 12 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين مايكل أونغ لاعب الدحيل المركز الأول 23 هدف، المركز الثاني أندريا أيو لاعب السد ب 14 هدف، والمركز الثالث بغداد بنجاح لاعب السد ب 13 هدف، والمركز الرابع اكرم عفيف لاعب السد ب 12 هدف، والمركز الخامس جيلسون لاعب الوكره ب 11 هدف، وايمن حسين لاعب مصلال. وخلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناعه الاهداف اكرم عفيف لاعب السد صنع 16 هدف، المركز الثاني جابرييل بيريز لاعب الغرافه صنع 9 اهداف، والمركز الثالث ادميلسون جونيور لاعب الدحيل صنع 8 اهداف، المركز الرابع المعز على لاعب الدحيل صنع 7 اهداف، وسانتي كازرولا لاعب السد صنع 7 اهداف ايضا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لعمل لايك الفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.